اخي كريم لو عندك اي تعليق على طبعا الارقام. احنا في بدايه الحلقه كنا بنتكلم على فكره تقسيم البطولات وتقسيم المباريات، وان لو انت النهارده كسبت والنبي سيب لي واحده بكره وهكذا. ده كان احد الامور المطلوبه في موضوع اوجستي من حوالي اعتقد حوالي اوجستي. بس خلينا نقول للناس ان اوجستي ده كان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، وعقده انتهى ورجع اسبانيا، وبعد كده تفاوض النادي الاهلي مع بالظبط. وكان في بعض الانباء اللي قالت النادي الاهلي بيتفاوض مع اوجستي بعد ما هو فسخ عقده مع نادي الزمالك. يعني احد المطالبات في احد القنوات الرياضيه، تم مطالبه الكابتن محمود الخطيب برجاء لو سمحت يا كابتن خطيب ما تتفاوضوش مع اوجستي، عشان ده ربما يخلي الاجواء مش لطيفه في السوق. السؤال حصل مع النادي الاهلي. السؤال هنا، لما رمضان صبحي عقده انتهى مع النادي الاهلي وماطل في التوقيع على عقده للنادي الاهلي اللي رجعه يشارك في الكوره بعد ما كان قاعد احتياطي في انجلترا، ورجعه منتخب مصر ورجعه منتخب الاولمبي، وهو رفض. وكلنا قلنا رمضان حر، احنا في عصر احتراف، هو حر يمضي للاهلي، يمضي للزمالك، يمضي للبيراميدز. يا كريم كان ان هو يروح لنادي بيراميدز، وبالتالي ما عندناش مشكله. بس هو فضل فتره ما بيماطل، هو ما كانش واضح من الاول، هو فضل فتره يماطل ومفيش مشكله، حقه على فكره يعني احترافيا. انا بقول ما عندوش مشكله. هل في يا كابتن اسلام اي وسيله اعلاميه طلعت قالت لو سمحتوا يا جماعه بتوع بيراميدز ما تاخدوش رمضان صبحي ناشئ الاهلي واللي الاهلي صرف عليه في سنتين اعاره ما يقرب من 30 او 40 مليون جنيه، عشان ده هنا هنعمل مشكله في الاجواء؟ هل ده حصل؟ لا ما حصلش. يبقى انت هنا عايز تطبق الاحتراف على النادي الاهلي، ولما يجي النادي الاهلي يستغل حقه في نفس السوق انت بتيجي تقول له لا 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 لو سمحت ما تتعاقدش مع جوزتي، عشان انت كده ممكن تخلي الاجواء ملبده بالغيوم. طب ممكن ازيدك من الشارع؟ اتفضل. طب لو رمضان صبحي راح الزمالك ما يروح هو حر؟ ايوه لا ربنا يوفقه. حد طبعا يروح ربنا يوفقه خلاص، لكن انا بكلم في نقطه ثانيه خالص. طب حد هيطلع يقول والنبي يا جماعه ما تودوش عشان لا الأجواء. مستحيل طبعا. اشمعنى دي صحيح اللي هيتكلم فيها؟ ما هي دي اللي بقولك عليها، هي دي الفكره اللي لازم تتشال من حتتين، تتشال من السوق المصري الفكر، وتتشال من الاعلام المصري. ما ينفعش النهارده تتعامل بصيغه انت واحده وانا واحده، عارف عادل امام في الفيلم لما قال لها انت باكو وانا باكو؟ ما فيش الكلام ده. انت النهارده اشتغل تاخد في عقد انت بتلتزم بيه، عقدك انتهى، ما دام يبقى الشخص عقده انتهى فهو متاح للجميع. ومبروك على منظومه كره السله بالنادي الاهلي هذا المدير الفني.